الروح القدس الإله الواحد أمين. الخورس اللي أنشد الألحان النهاردة هو كورال مدرسة سان مارك بمطرانية بني سويف، نحييهم جميعا. نجاوب شوية أسئلة. سؤال بيقول: أنا لا أريد أن يراني أحد من أفراد أسرتي وأنا بصلي، فهل من الممكن أن يقبل ربنا صلاتي وأنا في الشارع في المواصلات وأنا جالس أو حتى أثناء نومي؟ هو طبعا كسوفك من أسرتك دي موضوع تاني، هل ممكن تتخلص عن الكسوف ده ولا لا؟ لكن هقول لك على حاجة، إن كنت حافظ الصلوات، حافظ المزامير، حافظ القطع، ممكن وانت واقف من غير كتاب تقول صلواتك وما فيش حد يحس بيك. ده ممكن تكون باصص من شباك وبتصلي ومحدش واخد باله منك. يا ريت تتدرب على حكاية الحفظ واللي انت بتحفظه تصلي بيه، وربنا يقبل صلواتك في كل حتة وانت ماشي وانت قاعد كله. لكن يعني ايه الداعي انك انت ما تصليش في البيت ابدا؟ صلي وهم بره يكونوا خارجين وهم نايمين، هم نايمين وانت صاحي بتصلي. يعني ممكن تصلي في البيت في حالات كتير. سؤال: نحن في الصوم الكبير وكيف نواجه الأفكار والمحاربات الشيطانية؟ الشيطان من شأنه أن يحارب، ولكن نحن لا نستسلم للحرب. مفروض لما يجي لك فكر مش مظبوط ما تستمرش فيه وتطرده وتغير مجرى تفكيرك بحاجة كويسة تفكر فيه، يعني تخلي فكر يحل محل فكر. واحد بيقول: نود أن نعرف حكم الكنيسة على العلامة أوريجانوس، لأن شخصيته وتعليمه بالقطع أثرت في تعليم كنيستنا وله محبوه ومعارضوه، ولكن الكنيسة تحكم عليه من ضمن الآباء المحرومين أم لا؟ وإذا كان حرم من البابا ديمتريوس، فلماذا تحتذي به الكنيسة وتضعه في تاريخه؟ الكنيسة في التاريخ بتحط كل حاجة، الكويس والوحش، بتحط أوريجانوس وبتحط أريوس وبتحط هرطقة ومبتدعين وبتحط إديسين ورعاه وكل حاجة. لكن أوريجانوس لم يحرم من البابا ديمتريوس فقط، إنما من بعض بابوات الإسكندرية أيضا. في القرن الرابع كان متزعم الحركة ضد أوريجانوس البابا توفيلس البطريرك 23 والقديس إبيفانيوس أسقف قبرص، وزي ما قلت مرة في إحدى المحاضرات أوريجانوس بسببه اختلف قديسون مع قديسين. وليست كنيستنا فقط ضد أوريجانوس، إنما أيضا الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية الأخرى في مجمعهم الخامس والسادس ضد أوريجانوس وتعليم أوريجانوس. هو رجل كان ذكي جدا، ولكن بحث في أمور فوق طاقته،
فأخطأ. واحد بيقول أريد تفسير هذه الآية: من يهرب من الضيقة يهرب من الله. أولا هي مش آية، دي عبارة قالها القديس الأنبا بولس السائح: من هرب من الضيقة فقد هرب من الله. يعني ربنا هو اللي بيبعت لك الضيقة علشان تاخد بركتها مش عشان تهرب منها. فلما بتهرب من الضيقة يبقى بتهرب من البركة اللي تيجي ورا الضيقة. ما المقصود بإصنع لكم أصدقاء بمال الظلم؟ يا ما رديت على الآية دي، بس الظاهر صاحب السؤال ده جديد. مال الظلم يعني المال اللي انت ظلمت فيه الفقراء وظلمت فيه الكنيسة من عشورك وبكورك ولم تدفعه، فده مال ظلم. لكن مش مال ظلم يعني واحد يسرق فلوس ويتبرع بيها، لا. إنما مال الظلم يعني ربنا قال لك ادي عشورك للفقر، فأنت ظلمت الفقر وما اديتهمش العشور، يبقى العشور اللي عندك دي مال ظلم. وهكذا البكور، وهكذا النذور، وهكذا باقي الحاجات اللي من النوع ده يعني. واحد بيقول: أنا رشحت ضابط احتياطي بالجيش، واليوم تم اختياري كضابط احتياطي بالجيش، وهذا الأمر يشغلني كثيرا، ماذا تنصحني قداستكم، وخاصة أن قداستكم كنت ضابط احتياطي بالجيش؟ إيه اللي هيضرك؟ خد من الجيش الجدية والنظام والطاعة والتفكير والتبكير وحاجات كتيرة جدا تقدر تستفيدها من الجيش. لكن انت خايف من ايه؟ لا تقوم حرب يعني وتروح فيها؟ ما تخافش، احنا مش هنقوم بحرب ابدا، والدولة بتاعتنا تعبت كثيرا في التنمية وفي بناء الحضارة وفي البنية الاساسية، ومش عايزة تخش في حرب تخرب عليها حاجات. لكن في مبدأ في الجيش يقول: الاستعداد للحرب يمنع الحرب. يعني لما عدوك يشعر انك انت مستعد وقوي وبتتمرن ومجهز نفسك بالجنود والمعدات والحاجات دي، مش هيخش معاك ويخاف منك، ويبقى الاستعداد للحرب يمنع الحرب. فانت ما تخافش ابدا. واحد بيقول: تهلل قلبي فرحا بحصولي على محاضرات قداستكم على السي دي، ونشكر على ذلك، ونشكر نيافة الأنبا مرقص الذي قام بهذا العمل الجليل، ونرجو تسجيل المحاضرات القديمة على سي دي مثل عظات سفر الرؤيا والنشيد ورمية 12 وغيرها. ممكن، مفيش مانع. رمية 12 طلعناها كتاب، ومحاضرات النشيد بننشرها دلوقتي بالتوالي في جريدة وطني، وبعد ما تخلص هتطلع كتاب، ربما بعد شهرين ثلاثة تكون طلعت. والرؤية هيبقى بعد النشيد يعني إن شاء الله، فما فيش مانع يطلعوها على سي دي. واحد بيقول: كيف أنسى الماضي والحاضر وأتفائل بغد حين كان القلب رخوا كلما قام كبه؟ ده هيقول الشعر. كيف أنسى الحاضر القوي ينسيك الماضي الضعيف، والحاضر المشرق ينسيك الماضي المظلم، والحاضر
اللي فيه محبة ربنا ينسيك الماضي اللي هو بعيد عن ربنا. فكيف تنسى بأنك أنت تعيش حياة ضد الأول فيتنسي الحاجات الأولى؟ واحد بيقول أريد معرفة طبيعة الروح بعد انفصالها من الجسد، وكيف تتأقلم مع هذا الجو الجديد؟ هتعرف الحكاية دي بعد عمر طويل إن شاء الله، لكن دلوقتي في الحقيقة الذين خرجوا من الجسد بالموت ورجعوا بالقيامة لم يخبرونا إطلاقا إيه اللي حصل للروح بعد ما خرجت. يعني كنا نتمنى من لعازر أخو مريم ومرسى يقول لنا لما خرجت روحه راحت فين وعملت إيه، ما قال لناش. ياريت تطلب شفاعة لعازر في هذا الموضوع وتقول له اظهر لي ولو في حلم وقول لي روح، ومش هيقول لك حاجة يعني أنا عارف. وهكذا قام كثيرون من الموت ولكنهم لم يخبروا. في أمور مختومة بالصمت ليس لنا أن نعرفها، زي بولس الرسول لما قال انني اختطفت الى السماء الثالثة، يعني قال عن نفسه انه اختطف الى السماء الثالثة، وقال ان سمعت كلمات لا ينطق بها. يعني لا ينطق بها؟ ولا يسوغ لانسان انه يتكلم عنها. ففي اشياء مختومة بالصمت، ربنا ما بيسمحش ان احنا نتكلم عنها. لكن يعني علشان اقول لك قليل من عدم المعرفة التي عندي بهذا الموضوع، اقول لك ان تختلف الروح على حسب نوعيتها، هل هي روح بارة ام روح خاطئة ام روح بين، شعورها ايه وهي خارجة. طبعا شعور الروح البارة غير شعور الروح الخاطئة غير شعور الروح المتشككة في مصيرها. واحد بيقول هل القديس يوحنا المعمدان لا يعتبر أول شهيد في المسيحية حيث قطعة رأسه؟ بنعتبر القديس استفانوس هو أول شهيد في المسيحية، لكن نعتبر يوحنا المعمدان آخر شهداء العهد القديم أو فترة ما بين العهدين، لأن ما كانتش تأسست المسيحية بالصلب والفداء والروح القدس والأسرار، ما كانتش تأسست لسه، عشان كده ما بنسمهوش أول شهيد في المسيحية. المسيحية ما كانتش لسه تأسست. جياني شوية أسئلة عن الخلع، ومع اني تكلمت اكثر من مرة عن الخلع ونشر لي في جريدة وطن وجريدة الاهرام، لكن هذا الموضوع مش عايز ينخلع من ذاكرة الناس. أقول لكم شوية كلمات بسيطة كده على باب الله. يعني
الخلع قرار مدني وليس قرارا كنسيا، دي أول حاجة لازم تحطها في مخك. قرارا يعتبر قرارا مدنيا وليس قرارا كنسيا، دي المحكمة المدنية هي اللي بتحكم، يعني الاثنين بيدخلوا من بعض بينفصلوا عن بعض. ولكن هل الكنيسة تعتبر ده طلاق أو ما تعتبروش طلاق؟ لا، الكنيسة ما بتعتبروش طلاق. زي واحد برضو بيسأل وبيقول ما احنا بنقول الطلاق لا طلاق إلا لعلة الزنا، ما هذا مش طلاق، ده خلع. واحد يقول ما فيش خلع في الكتاب المقدس، تقول له ما فيش، ما احنا ما بنقولش دي حاجة كتابية ولا حاجة كنسية، دي حاجة مدنية. دي حاجة ايه؟ مدنية. طب ايه موقفنا منها؟ هو القانون بيقول اذا اختلف الزوج والزوجة في المذهب او الملة او الطائفة بتطبق الشريعة الاسلامية. الشريعة الاسلامية بتعطي الرجل الحق في تطليق امرأته بالارادة المنفردة، يقول لها اذهبي طالقا مني ثلاثا، انتهت العلاقة بينه وبينها وبقت طلقة بقينا وانتهت الحكاية بإرادتها المنفردة. طب افرض ان المرأة نفسها تعبانة من الرجل، مش قادرة تعيش معاه، وفي رجالة متعبين، يعني هو كل الرجالة من نوع ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ لا، ده في رجالة من نوع عيسو ومن نوع قايين ومن حاجات كتيرة، يعني متعبين واستحالت المعيشة بينهم وعايزين يبتعدوا عن بعض. تقول لي طب ممكن هي تروح بيت أبوها وتبتعد عنه؟ تقدر تروح بيت أبوها وتبتعد عنه، لكن تظل الرابطة الرسمية بينهم قائمة. يعني عايزة تسافر في الخارج لازم تاخد موافقة زوجها، يعني مش موافق يعاند معاها. عندها بعثة في الخارج وعايزة تروح يقول لها أنا مش موافق إنك أنت تسافر، يعني عايز يعكس يعكس، وأسباب أخرى كثيرة. فالشريعة الإسلامية نفسها قالت إن ممكن المرأة تخلع من الرجل إذا طلبت ذلك. في القضية اللي حدثت دي والمحكمة حكمت بأن ما ينفعش الخلع للمسيحيين، حكموا بحسب الإنجيل، ويا ريتهم يحكموا بالإنجيل على طول. ده في مئات القضايا حكموا فيها بالطلاق بالشريعة المسيحية بالشريعة الإسلامية بالنسبة للمسيحيين، مئات القضايا. ما دام بيطبقوا الشريعة لصالح الرجل، ايه المانع انهم يطبقوها لصالح المرأة؟ والا يبقى تطبيق ما فيهوش عدل، ان نطبقه لصالح الرجل مرة وما نطبقوش لصالح المرأة. وسواء في صالح الرجل او في صالح المرأة، ده زي ما قلت برضو ده مجرد انفصال وليس طلاق، وإن هو انفصال مدني وليس انفصالا كنسيا، ويرجع الأمر برضو للمجلس الإكليريكي، هو اللي يبت في الموضوع ويقول يصح أو لا يصح. إيه يعني أنتوا الحكاية مشغلة معاكم ليه؟ إيه اللي هننضر منه أو هنخسره؟ ده في رجاله بيعذبوا نسوانهم. طبعا هم ما يبقوش رجاله بالمعنى المفهوم لما يكونوا بيعذبوا نسوانهم، يعني يتشطر على راجل زيه ويعذبه، لكن اهو بضعف المراه بيستغلوا بيعذبوا. فعايزه تبعد عنه، تبعد لكن مش طلاق. نبعد النار عن القش او القش عن النار،
وبرضه ما يعتبرش طلاق من ناحية الكنيسة، لكن من ناحية القانون المدني أهو طلاق، أسف أهو خلع. حتى نفس القانون المدني لم يسمه طلاقا، ما قالش يصرح للمرأة بتطليق زوجها، لا بالخلع، يعني ما سمهوش طلاق برضه. ثم أيضا الراجل اللي بيحسن معاملة زوجته مش ممكن الزوجة هتطلب الانخلاع منه، ده بالعكس. فالرجال اللي بيثوروا على الخلع الأولى بهم أن يثوروا على أنفسهم في إساءة معاملتهم لزوجاتهم لدرجة إن الزوجة ما بقتش تطيقه ولا عايزة تشوفه، هو الغلطان. أظن كفايف الخلع كده. واحد بيقول سؤال، إن الله تبارك اسمه خلق الملائكة وبعد ذلك تكبر بعض الملائكة وسقطوا، لكن هناك زعم بأن الله خلق الملائكة لا تخطئ ثم خلق الجن يخطئ. ربنا خلق أنواع من الخليقة، نوع الخليقة المادية زي الجبال والأنهار والأراضي والأخر دي لا تخطئ ولا تصيب، دي ملهاش إرادة حرة. وخلق الحيوانات أيضا ليست لها إرادة حرة، فدي أيضا لا تخطئ ولا تصيب. وخلق مخلوقات لها إرادة حرة، الملائكة والبشر، فبإرادتهم الحرة ممكن يخطئوا وممكن أن يصيبوا. فبعض الملائكة أخطأوا وصاروا شياطين، وملائكة لم يخطئوا واستمروا ملائكة، دي حرية الإرادة اللي ربنا خلقها. واحد بيقول لي أنا شاب حاصل على إعدادية، وقد أسدكم قلت في الأسبوع الماضي إن الرهبنة لا تشترط مؤهل عالي، فقد ذهبت هذا الأسبوع إلى دير كذا الاسم ولكنه رفضني بسبب المؤهل، رجاء إرشادي إلى دير يقبل. أنا أعتقد في ضميري من الداخل إن الدير رفضك لسبب آخر، لأن عندنا في الأديرة رهبان ما حصلوش على مؤهل عالي وناس كويسين وحلوين خالص، فجايز رفضك لكن مش بسبب الإعدادية. والأديرة كتير، لكن انت شوف بنفسك بالظبط ايه الخطأ اللي فيك اللي بيخلي الدير لا يقبلك. نسأل الإله الواحد في آخر كل اجتماع، في نهاية كل اجتماع بتعطى البركة للشعب، وفي هذه البركة يقال محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. فأنا عايز أكلمكم على شركة وموهبة الروح القدس وعن النعمة التي مع جميعكم. يعني إيه الكلام ده؟ شركة الروح القدس يعني شركة في العمل، يعني الإنسان يشترك مع الروح القدس في العمل.
سواء الروح القدس هو اللي بدأ العمل في الإنسان ولازم الإنسان يشترك معاه، أو الإنسان يبدأ والروح القدس يشترك معاه، أيا كان دي أو دي. وهي دي اللي وردت أيضا في الرسالة الأولى لبطرس الرسول، شركاء الطبيعة الإلهية يعني شركاء في العمل. وهي أيضا التي ترد في أوشية المسافرين لما نقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، لأن الحياة الروحية هي شركة بين الله والإنسان. الله بيعمل أعمال كتيرة جدا، لكن لازم الإنسان يكون له استجابة لأعمال الله، وإلا يبقى ما يستفدش. يعني مثلا الكتاب بيقول بالنعمة أنتم مخلصون، وبيقول مخلصون مجانا بالنعمة، لكن هل الجميع خلصوا؟ الجميع لم يخلصوا. النعمة تعمل في كل أحد، لكن من يشترك معها، من يستجيب لها، من يقبلها ينال قوة، واللي ما يشتركش يبقى ما استفدش. هناك الجانب الإلهي في خلاص الإنسان، والجانب البشري في اشتراك الإنسان مع الجانب الإلهي في كل حاجة. فأنت إذا أردت أن تحيا حياة مقبولة أمام الله، ضع هذا الميزان أمامك. كل عمل لا يشترك معك فيه الروح القدس لا تعمله، ابعد. من أهمية شركة الروح القدس إن الكنيسة كانت كل إنسان يؤمن تمنحه الروح القدس، كانوا يضعوا الأيدي على الإنسان ويصلوا لكي يقبل الروح القدس. حاليا بيأخذ الإنسان الروح القدس في سر الميرون المقدس، بل إن العهد الجديد ابتدأ بالروح القدس. إزاي؟ أسرة يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان من بطن أمه امتلأ من الروح القدس، أليصابات أيضا امتلأت من الروح القدس عند السلام مريم، أبوه أبو يوحنا المعمدان زكريا امتلأ أيضا من الروح القدس. إذا بدأت الحكاية بامتلاء الروح القدس. السيدة العذراء حل الروح القدس عليها وكون جنينا في بطنها. يبقى بدأت كنيسة العهد الجديد بالروح القدس. وحتى في العهد القديم كان يوجد عمل للروح القدس، وفي حلول للروح القدس. حل روح القدس على شمشون، حل روح القدس على شاول، على داود، على كثيرين، على ملوك، على أنبياء. وهناك أمر خطير جدا ينبغي أن نلتفت إليه في هذا الأمر. إيه الأمر الخطير ده؟ الروح القدس حل على شاول فصار شخصا آخر وتنبأ. وبعدين في آية في صمويل الأول 16 يقول وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. يعني لما روح الله يفارق إنسان يكون هذا الإنسان عرضة أن يبغته روح رديء. فارق روح الرب شاول وبغته روح رديء.
لذلك كان المؤمنون بل كان القديسون يخافون من أن الروح القدس يفارقهم أو لا يشترك معهم، وكان المرتل يصرخ ويقول روحك القدوس لا تنزعه مني. وهكذا وجدنا ان الكنيسة تأسست بالروح القدس، حل روح القدس يوم 50 على التلاميذ، امتلئوا من الروح القدس، امتلئوا من الغيرة، من النشاط، من الحرارة، ابتدى. لكن لما حل عليهم الروح القدس ده من جانب ربنا، من جانبهم هم، ملأوا الدنيا نشاطا وتعليما وكرازة وخدمة. يبقى الجانب الإلهي ان الروح القدس يحل، الجانب البشري ان الإنسان يملأ الدنيا نشاطا وخدمة. على أي حالات ينبغي للإنسان أن يعد نفسه لعمل الروح القدس فيه وأن يستجيب لعمل الروح القدس؟ والنعمة أيضا تعمل في كل إنسان، في كل إنسان، ولكن هناك من يستجيب للنعمة في ريسبونس من جهة الإنسان، وإنسان لا يستجيب. اللي يستجيب بيستفيد، اللي ما بيستجيبش خلاص. النعمة بتقرع على باب كل واحد، هناك من يفتح لها وهناك من لا يفتح. اللي يفتح النعمة تعمل فيه لخيره ولخير غيره، والذي لا يفتح يبقى ضاعت عليه الفرصة، لأن لابد من الجانب البشري. النعمة تعمل في جميع الناس، زيارات النعمة تأتي لأشد الخطاة خطية، لا يحرم من زيارات النعمة. الدليل على كده إن يهوذا الإسخريوطي بعد أن سلم المسيح وبعد ما قبض الفلوس وبعد ما عمل أعمال رضية، عملت النعمة فيه، فراح رجع المال وقال أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. النعمة بتعمل، بتعمل في كل إنسان، بس هل أنت تستجيب ولا لا؟ هل تقبل ولا لا؟ النعمة واقفة على الباب تقرع، بتنتظر تفتح ولا لا. المسيح قال أنا واقف على الباب أقرع، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه وهو معي. طب وإن ما فتحش زي سفر النشيد، صوت حبيبي على الجبال قارع بيقول افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، فإن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. النعمة بتقرع على الباب، لم تفتح هذه العروس، فكانت النتيجة حبيبي تحول وعبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجاب. يبقى الحكاية مدى استجابتنا للنعمة، مدى شركتنا مع الروح. الاثنين بيشتغلوا مع بعض، حتى في التوبة النعمة تدعو الإنسان للتوبة، الروح القدس يبكت على خطية، يقوي الإنسان في الشعور الروحي. لكن هل الإنسان يستجيب أو لا يستجيب؟ هو ده المهم. يعني شركة الروح القدس جايز لا تتم بسببك انت، مش بسبب الروح القدس. الروح القدس عايز وانت مش عايز. الروح
يقول لك يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. فهل خلص الجميع؟ لا، لان ناس قبلوا وناس لم يقبلوا. في يوم الخمسين التلاميذ أدوا واجبهم، والروح القدس نخس قلوب الناس. نخسوا في قلوبهم، يبقى ادي عمل للروح. فلما نخسوا في قلوبهم بعمل للروح، تقدموا للمعمودية وسألوا الرسل ما نعمل ايه. قالوا لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لمغفرة الخطايا. يبقى عمل الروح القدس انه بينخس القلوب ويعطيهم رغبة في التغيير وفي التجديد. لكن هم عليهم عمل، هم رغبة. توبوا وليعتمد كل واحد منكم. فتاب. نفس الوضع بالنسبة للخصي الحبشي. فيلبس قام بواجبه وشرح له سفر إشعياء، والراجل برضه نخس في قلبه وقام. لكن كان عليه لازم يعمل عمل عشان يشترك مع الروح. فلما لقوا ماء قال ماذا في يمنع ان انا اعتمد؟ قال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. قال له اؤمن واعتمد. يبقى الروح القدس يعمل، ولكن لازم الإنسان يستجيب. لازم يستجيب، مش إنه الروح القدس يرغمه على الحياة الروحية. لا، ما يرغمهوش، هو يدعوه لكن لا يرغمه. يدعوه لكن هو يستجيب. عشان كده بولس الرسول بالنسبة للدعوة الإلهية قال إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. فربنا صوته واضح، لكن إنسان يقسي قلبه دي يرجع عليه هو. يونان نادى بالتوبة، وياما أنبياء نادوا بالتوبة ولم يقبل الناس ورجموهم وصلبوهم وعملوا فيهم البدء. لكن لما نادى بالتوبة الروح القدس نخس قلوب الناس. الناس قبلوا الدعوة وتابوا وربنا غفر. يبقى موجودة من هنا ومن هنا. الروح القدس بيتكلم، يتكلم على أفواه المبشرين، على أفواه الكارزين، على أفواه المعلمين، على أفواه الكهنة. من فم الكاهن تطلب الشريعة. ولكن في ناس يقبلوا الكلمة بفرح وناس لا يقبلوها. الروح القدس يتكلم، ولكن من له أذنان للسمع فليسمع، واللي ملهوش أذنان للسمع يبقى لم يستجب. فيه العمل الإلهي وفيه العمل البشري. في شفاء المولود أعمى، المسيح دهن مكان عينيه بالطين، ده العمل الإلهي. وبعدين قال له روح اغتسل في بركة سلوان، فراح واغتسل. ما قالش ده لو انزل في البركة يتحل الطين ويدوب ويروح. لا، هو عمل قبله وراح واغتسل. فكانت النتيجة انه شوف صاحب اليد اليابسة اراد ان ربنا يشفيه. ده العمل الاله، لكن لازم هو يكون له شركة مع الروح. فربنا قال له مد ايدك. كان يقدر يقول له امد ايدي ليه؟ ما هي ايدي يابسه، لو كنت اعرف امدها ما كنتش جيت لك. لا، هو استجاب ومد ايده فشفت. اذا في
عمل من هنا وعمل من هنا. ما تقولش يا رب وبس، انما تشترك مع الرب في العمل. اللي ما تقدرش عليه هو يعمله لك، واللي تقدر عليه لازم تعمله. بولس الرسول كان بيكرس، والروح القدس كان بيعمل معاه في الكرازة، ففي شركة بين الاثنين. وكانت الكلمة قوية وفعالة ومثل سيف ذي حدين، ومع عمل الروح القدس وحتى عمل البشر. بالنسبة للسامعين يقبل أو لا يقبل. في بعض من الذين سمعوا بولس الرسول قالوا ماذا يريد هذا المهزار أن يقول؟ بولس الرسول مهزار، لم يقبلوا الكلمة. والبعض قالوا له سنسمع منك عن هذا أيضا، لم يقبلوا الكلمة. وأحد الولاة قال له كثرة الكتب حولتك إلى الهزيان يا بولس، كل دول لم يقبلوا عمل الروح القدس فيه، لم يشتركوا. بالنسبة لفيليكس الوالي، لما بولس تكلم عمل الروح القدس اشتغل في فيليكس، بيقول لك فارتعد فيليكس، كان يقدر يكمل لكن لم يشترك مع الروح القدس. وقال لبولس اذهب الآن، ومتى حصل لي وقت استدعيك فضيع الفرصة. يا مناس الروح القدس عمل وهم لم يستجيبوا. ده لما بولس الرسول تكلم عن الأمم قالوا الراجل ده ما يصحش، لابد أن يرفع عن الأرض يتشال، وهاجوا عليه وماتوا. في أوقات الروح القدس يعمل والإنسان يرفض العمل، يرفض أن يشترك مع الروح القدس، يرفض أن يستجيب، رفض شركة الروح القدس، فيبقى ضاعت عليه. ولذلك استفانوس الشماس لما وبخ اليهود أثناء رجمه قال لهم أنتم زي آبائكم تقاومون الروح القدس، تقاومون. في الروح القدس بيعمل، في إنسان بيستجيب ويشترك مع الروح القدس، أه ده تمام مش كويس. في إنسان واخد الحكاية سلبي خالص ولا كأنه تمام، زي ما بولس الرسول لما راح لأفسس في أعمال 19 كلمهم عن روح القدس، قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. ده يعني مشطب خالص، يعني في واحد بيقبل واحد سلبي، ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس، وفي نوع يقاوم الروح القدس. درجات درجات. إيه موقفك أنت من شركة الروح القدس؟ في كل حاجة. الشاب الغني الروح القدس دفعه، روح ابحث عن خلاص نفسك، فراح للمسيح وقال له ماذا افعل لارث الحياة الابدية؟ الروح القدس اشتغل فيه. فلما قال له اذا اردت تكون كاملا بيع كل مالك، لم يستطع ان يشترك. قال له الحد هنا وكفاية عليك، فمضى حزينا لأنه لم يشترك مع الروح. منذ البدء بيقول الكتاب النور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، مفيش شركة. أما الذين قبلوه اللي اشتركوا مع الروح فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. النور بيشرق
وفي ناس تحب الظلمة أكثر من النور. الزارع نفس الزارع، خرج وألقى بذاره على كل أنواع الأرض، في أرض استجابت وجابت 30 و60 و100، وفي أرض لم تستجب فيها شوك، أرض صخرية، أرض لا تنتج، كلها أنواع. مع أن نفس الزارع هو نفس الزارع ونفس البزار هي نفس البزار، لكن لابد أن يكون للإنسان شركة من جوه. اللي يكون لي شركة الروح يعمل فيه، ولما يعمل فيه يجيب ثمر، لما يعمل فيه يجيب ثمر إذا هو رضي، لأن الله لا يرغم الناس، وبيبان الثمر، ثمر عمل الروح. نلاقي يوسف الصديق لما وقف قصاد فرعون وكلمه عن تفسير أحلام فرعون، فرعون قال كلمة عجيبة جدا، قال هل نرى إنسانا مثل هذا حكيما فيه روح الله؟ فرعون يقول فيه روح الله، تعبير جميل. ليه؟ لأن الحكمة اللي اتكلم بيها كانت ثمر لعمل الروح فيه، فيه روح الله. لما بلشصر شاف الكتابة اللي على الحائط واضطرب وجاب كل المجوس وكل السحر وما عرفوش يفسروا، فامرأته قالت له فيه إنسان اسمه دانيال فيه روح الآلهة، بينما هي امرأة وثنية أخرى، لكن بيبان اللي فيه روح الله بيعمل إزاي، بيجيب نتيجة. اللي يكون فيه روح الله ويشترك مع روح الله في العمل يقدر يجيب نتيجة. في ناس لما الروح القدس يعمل فيهم ينقادون إلى الروح القدس، ينقادوا. عشان كده في رومية 8 بيقول الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. فكر في نفسك كم مرة روح الله جالك، كم مرة عمل فيك، كم مرة تكلم في قلبك، كم مرة تكلم في عقلك، كم مرة نصحك انك تتغير، انك تتوب، انك تمشي، وانت اشتركت مع روح الله ولا رفضت انك انت تشترك؟ بيقول الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا لاجل مصر. الله بيعمل فيه لكن انت ما بترضاش تعمل وياه. بولس لما اتكلم عن نفسه وعن أبولس قال نحن عاملان مع الله، بنشتغل معاه. صحيح الله بيعمل لكن لازم نشتغل معاه، نحن عاملان مع الله. أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله هو الذي ينمي. لكن ربنا ينمي إيه؟ ينمي اللي بيغرس واللي بيسقى. لكن تقول الله ينمي وانت لا تغرس ولا تسقي، لا، لازم تشترك مع الروح القدس. انت تضع نفسك في يد الله والله يقودك، لكن لو رفضت انك تضع نفسك في يد الله خلاص يبقى انت تجاني على نفسك. ربنا يعطي الكلمة لموسى وموسى يعطي الكلمة للشعب، لازم توصل من هنا لهنا. النعمة بتشتغل،
لكن مين يستجيب ليه؟ المسيح دخل البيت، مريم قعدت عند قدميه تسمع كلامه وتتأمل وتنبسط. طب ومرسى؟ مرسى انشغلت بالطبيخ ولا بتقديم المشروبات؟ طب ما النعمة جايالك لحد عندك، انشغلت بأمور كثيرة. عشان كده المسيح قال لها أنت تضطربين لأجل أمور كثيرة، الحاجة الواحدة. ياما المسيح بيدخل بيوتنا وإحنا ما نروحش نعملش حاجة، زي اللي قال دخلت البيت لا مرثى بساحته ولا مريم، لا دي ولا دي، البيت فاضي. ربنا ساعة جولياط كان عايز يعمل وينقذ الشعب من جولياط، لكن عايز الناس يشتركوا معاه. يشتركوا معاه ازاي؟ ولو بحصوايا، يعني مش قال لهم تجيبوا كتيبة وكتائب ولواء ولواءات، لا، حصوايا. داود حط الحصوايا في المخلاع، ربنا هو اللي شاء ان الحصوايا تيجي في مقتل وتجيب له جوليات ارتجاج في المخ يروح واقع على الارض، يخلص عليه داود. يبقى ربنا بيشتغل وفي ناس بيشتركوا معاه. لكن تقف كده وتقول يا رب خلصنا من جوليات وانا انام واحلم بالانتصار، لا، انت تشترك تعمل شركة مع الروح القدس، شركة مع الروح القدس. الروح القدس مستعد انه يكون معاك في الخدمة ويعطيك كلمة. المعطي كلمة للمبشرين، بولس الرسول يقول صلوا من أجلي لكي أعطى كلمة عند افتتاح فم. لكن لما يديك الكلمة تقوم وتجاهد وتشتغل بكل قوة. بولس الرسول بيقول إيه؟ لا أنا بل نعمة الله العاملة معي. لا أنا بل إيه؟ بل نعمة الله العاملة معي. يعني كون ان نعمة الله العاملة معه، يعني هو ما يشتغلش. هذا الرسول اللي قال لا انا بل نعمة الله العاملة معي هو نفسه اللي قال جاهدت الجهاد الحسن واكملت السعي وحفظت الايمان. لازم كله يمشي مع بعضه، يكون له شركة مع ربنا. احنا عايزين ربنا يشتغل لوحده بدون ما يكون لنا شركة معاه. الحاجات دي ما تنفعش ابدا. المسيح مستعد يبحث عن الايه؟ عن الخروف الضال، ويمشي في الجبال والتلال لغايه لما يلاقيه. اهو ده عمل الله. والخروف قبل ان المسيح ياخده ويشيله على منكبيه. لو قال له لا انا مستريح في الحته دي مش عايز ارجع للحظير، يقول له خليك مطرح ما انت عايز. يعني انت عايز لازم بالعافيه؟ الله يريد انك انت بإرادتك تصل اليه. بإرادتك ايه؟ تصل اليه. وإرادتك دي هي الشركة مع إرادة الله. الله يريد وانت تريد. لان المسيح لما وبخ اورشليم قال ايه؟ قال كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. أنا أردت وأنتم إيه؟ لم تريدوا. يبقى ضاعت الحكاية. الله يريد، لكن تشترك أنت معاه بإرادتك بقلبك بعملك، وهكذا مع باقي أعمال الروح القدس.
ربنا يقول انا يعني ههيئ فلك كل من يركبه ينجو من الطوفان. الفلك مهيئ، ده عمل الروح في انقاذ الناس، لكن اللي يرضى يخش جوه الفلك هو اللي ينجو. كتير رفضوا انهم يخشوا جوه الفلك، ده نشكر ربنا ان الحيوانات قبلت، لكن هؤلاء البشر رفضوا. فاللي رفضوا غرقوا بالطوفان مع وجود الفلك، غرقوا في الطوفان مع وجود ايه؟ الفلك. كلمة الله كانت مستعدة انها تنقذ من يقبل في سدوم، وفعلا لوط كلم اصهاره قال لهم الحقوا البلد هتتحرق انجوا. لم يشتركوا مع عمل الروح، وكان كمازح وسط اصهاره، لذلك هلكوا. الروح القدس يشتغل، لكن لازم انت تشتغل معاه. الروح القدس بعد ظهورات للعذراء في مصر اكثر من مره، هناك من قبل واستفاد، وهناك من لم يقبل، وهناك من اتهم الظهورات بانها كذا وكذا وكذا ولم يستفيدوا. يبقى الروح القدس عمل، ولكن لم يشترك معه البعض واشترك البعض الآخر. مش بس الروح القدس يعمل وإحنا نشترك معاه، بل إحنا نفسنا نطلب الروح، نطلب الروح أن يعمل فينا، خليها تيجي مننا، إحنا نبتدي ونطلب الروح والروح هو اللي يستجيب. لكن كون إن إحنا لا نطلب ولما الروح يعمل لا نستجيب له، يبقى ضيعنا الحكاية على نفسنا. نكتفي بكده، اتفضلوا صلوا.